يا استاذ ما ينفعش تدخلي. هو ده اللي ما ينفعش. اوعي يا بت. الله، بس بس خرجي خرجي يا رب. ايه اللي انت هببتيه مع باسل ده؟ هو انت هتشتغلي في الازرق ولا ايه؟ هو انت يا حبيبتي مش عارفه ان الفلوس دي فلوسي وانا اللي قرب ناحيه فلوسي؟ انت ما تعرفيش انا بعمل فيه ايه. فلوس ايه بس يا شاهي؟ ما تهدي كده وتركزي ونقعد عشان نعرف نتكلم. لا عايزه اقعد ولا عايزه اتكلم. بقول لك ايه، الحركه الرخيصه بتاعت الوصولات وسرقه الوصولات دي قطعت اللي بيني وبينك خالص. بس اوعي اوعي تفتكري ان انا مش عارف اخد فلوسي منك. ها طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. يوه قاعده، ادي قاعده يا ستي. ها فلوس المحروس بتاعك اهي. واذا كنت فاكره ان هند ممكن تقبل قرش مش قرشها تبقي لسه ما عرفتنيش يا شاهي. وبيتهيالي ان احنا العشره اللي بينا اقوى من الفلوس ولا ايه؟ مش فاهمك. لما انت ناويه ترجعي الفلوس سرقتيها اصلا ليه؟ عشان المحروس بتاعك ده عيل عبيط وغبي وطاري وملوش اي لازمه، ولو ما كنتش عملت معاه كده كان هينطلي كل شوية. في دي بصراحة عندك حق. يعني خلاص حليب يا قشطة؟ حصل. بس بقولك إيه، محبة بمحبة ليكي سهرة عندي. وأنا موافقة. يا عم شهر، بدل ما أنت قاعد مالكش أي لازمة كده. ماسك البتاع ده من الصبح ما خدتش منك أي حاجة. شكلك هتتعلق تاني. ازيك؟ ايه روشيتا؟ هات. وده ايه ده؟ عنوان بيت هاني. هاني مين؟ هاني مين؟ انا بالوفا يا حبيبي. جبت العنوان ده ازاي؟ انت مالك انت؟ مش اخدت العنوان؟ لعبتي بقى انا حر. تعالي بس، من رايحه فين؟ رايحه اجيب امه. ام مين اللي تجيبيه دلوقتي؟ مش شايف الساعه كام؟ اهدي كده نمخمخ لها وبكره الصبح نطب انا وانت على هادي. اقفشه بس اقفشه. ليك مكافأة إنما إيه؟ أشوفه. والله وقعت يا هاني يا زبالة. خليك قد كلامك بس المرة دي. مخمخ بس. مكافأة مكافأة مكافأة، ولا بشوف منك حاجة وعمال أهو بيطلع عيني شغل.